السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تكملة سلسلة شرح برنامج فيوزر. ودلوقتي نشوف ازاي اتحكم في العناصر اللي اشوفها او مشوفهاش، واشوفها بأنهي لون والحاجات دي كلها. فانا ممكن اجي هنا في علامة الفيزيبيليتي، اضغط عليها، هيبدأ يجيب لي المشروعات الملفات اللي موجودة. فممكن تدوس هنا تبدأ يفتح لك كل حاجة. مثلا عايز اطفي الولز، هشيل كده كل الحوايط هتختفي. طيب ممكن تدوس على العلامة ديت، فيبدأ يقولك طب انت عايز ايه، مثلا تديها شوية شفافية ولا تغير اللون. فتقدر تتحكم في اللون وفي الشفافية زي ما انت شايف. الفلور برضو كذلك، لو دوست هنا يبدأ يجيبلك كل الفلور الموجودة في المشروع، تبدأ تختار منه اللي انت عايزه، تتحكم في الشفافية بتاعته وتتحكم في اللون بتاعه زي ما انت عايز، او ممكن تخفي بالشكل ده.